النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد انتهاء الاجتماع الاسبوعي للحكومه قال ايه؟ قال ان الحكومه اجلت زياده اسعار الكهرباء لمده 6 شهور. لو تفتكروا الرئيس في مدينه السادات قال كده، قال احنا اجلنا هذا القرار تخفيفا لإيه؟ للأعباء على المواطنين، بقلل من العبء، وده اللي بيأكد عليه دولة رئيس الوزراء النهاردة. قال الدولة المصرية بسبب ده بتتحمل تقريباً 10 مليار جنيه علشان في النهاية الفلوس دي هتدفع لشركة الكهرباء، يعني هتدفع لشركة الكهرباء. ما هو مش هينفع تلغى. فالحكومة من موازنتها بتدي ده للشركة علشان ترفع ده عن كاهل المجتمع. طيب نفهم اكتر وتفاصيل اكتر من سياده السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك سياده السفير. مساء الخير استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله كله تمام. احنا كده اجلنا زياده الكهرباء. بالفعل اجلناها لمده 6 شهور، لان الوضع العالمي والوضع الداخلي في مصر تاثرا بهذه الازمه العالميه يستدعي مننا ان احنا كحكومه نبذل كل ما في وسعنا، اي شيء في ايدينا نستطيع ان نقدمه للمواطن لا نتردد فيه. عندما وجه سياده الرئيس يوم الاثنين ان احنا كحكومه ننظر في هذا الاجراء من اجل التخفيف على المواطنين، اجتمعت الحكومه اليوم في اجتماعها الاسبوعي وقررت انها تؤجل اي زيادات في كل الشرائح اللي كان مقرر زيادتها في اسعار الكهرباء لمده 6 اشهر، ده معناه ان المواطن لن يكون مطالبا بدفع اي زيادات حتى 1 يناير 2023. وحتى رئيس الوزراء يعني من اجل مزيد من الطمأنة قال ان في ضوء ان احنا مش عارفين الازمه دي هتنتهي امتى، هيكون في مراجعه ثانيه لهذا القرار قبل انتهاء فتره ال6 اشهر اللي هم فتره التاجيل اللي هيتم خلالهم تاجيل اي زيادات. فقبل انتهاء الفتره ان شاء الله نامل ان يكون الوضع، لو كان الوضع يتحسن هيكون في قرار يناسب هذا التحسن، ولو كان الوضع مستمر على ما هو عليه فطبعا هيبقى قدرنا والحكومه هتتخذ الاجراء المناسب ايضا لهذه الحاله. ان شاء الله الاجراء المناسب برضه هيصب في مصلحه المواطن. طيب هنا سياده السفير، يعني كده كويس ان المواطن سوف يعني يعيش صيفا سعيدا وخريفا سعيدا وشتاء سعيدا لحد 1 يناير، او على الاقل بدايات الشتاء يعني. لكن في النهايه المحطات بتاعه الكهرباء بتشتغل بطاقه عشان تولد الكهرباء، فيا اما سولار يا اما غاز، ودي اسعارها عالميا زادت، يبقى هنا في تكلفة. التكلفة دي كده هتحمل على موازنة الدولة ولن يتحملها المواطن، مظبوط؟ مظبوط تماما، وكويس ان حضرتك اشرت لهذه النقطة عشان نشرح ال 10 مليار جنيه اللي رئيس الوزراء تحدث عنهم هم ناتجين عليه. احنا عندنا مبلغ اجمالي في السنة زيادات للتكلفة للكهرباء حوالي 20 مليار جنيه، عبارة عن 4 مليار كنا هنستفيد بيهم لو كنا طبقنا الزيادات، يعني لو كنا طبقنا الزيادات اعتبارا من 1 يوليو القادم على مدار سنه قادمه كانت هتوفر على الدوله 4 مليار جنيه اللي هم كان المواطن هيدفعهم نتيجه هذه الزيادات. أوكي. بالاضافه لذلك عندنا 16 مليار جنيه اللي هي الزيادات بقى اللي حضرتك اشرت اليها فيما يخص اسعار الغاز. نتيجه تغير سعر الصرف، ان احنا بنستورد او اسعار الطاقه حتى الغاز حتى المحلي لو بنشتري جزء منه من الشريك الاجنبي في الابار المصريه فبندفع بالدولار، فتغير سعر الصرف نتج عنه تحميل موازنه الدوله مبلغ مقداره 16 مليار جنيه نتيجه زياده اسعار المدخلات اللي احنا من خلالها بنولد الكهرباء. ف 16 مليار جنيه فرق اسعار مدخلات زائد ال 4 مليار جنيه اللي احنا كنا بنعول عليهم لو كنا زودنا الشرائح، مجموع الاثنين دول في السنه 20 مليار جنيه. ففي ال6 اشهر التاجيل هيبقى كانك قسمتها الدوله تحملت نصف هذا المبلغ اللي هو 10 مليار جنيه، ولما اقول تحملت لان لازم حد يدفع القيمه، لان وزاره الكهرباء بتنتج الكهرباء وعايزه فلوس علشان تشتري بيها الغاز، فلازم حد يعوضها. مين اللي هيعوضها؟ اللي هي الموازنه العامه للدوله هي اللي هتتدخل وتغطي هذا الفارق في التكلفه. عظيم جدا. كما جرت العادة يعني الإجراءات اللي بتتخذ خلال الفترة اللي فاتت دي، لا هو كل الإجراءات اللي بتتخذ من ساعة الكورونا طول الوقت إن الدولة بتحاول إنها تخفف من الأعباء على المواطن. أنا بشكرك جدا 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 سيادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.